السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا مش حلوة الذاكرة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وكويسين وكل فيديو وانتم طيبين. ورجعت لكم يا رجالة بفيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل أي حاجة نصلي على النبي عشان ربنا يباركنا في كل شيء. المهم يا رجالة الفيديو بتاع النهاردة ده فيديو جميل. فيديو كده فيه حبة حاجات وأفشخانات كده ودنيا كده هتبقى لذيذة أوي. فعشان ما أطولش عليك بقى في المقدمة عشان أنت بتزهق وأكيد أنت حافظ المقدمة دي أكتر مني. بس في حاجة إحنا نسيناها، صلي على النبي عشان ربنا يباركنا في كل شيء. دي أهم حاجة. بس عايز تدوس لايك دوس، عايز تشترك في القناة اشترك، دي حاجة ترجع لك أنت ما ترجعليش أنا بقدم اللي عليا والباقي ليه. يلا بينا نخش في الفيديو بتاعنا. يلا بينا. بصوا يا جدعان، لا شح ايه بس، لا سح ولا شعوذه. بصوا الحركه دي سريع، مفيش وقت يا جدعان، نعمل كده تيجي نعمل كده تروح والكلام ده كده كله. بس قبل ما نخش في موضوع الفيديو بتاع النهارده احب بس اوريكم يا جدعان. بصوا القرشه عمل ايه في فرد المسود ده. بصوا الدكر يا جدعان بقى عامل زي الفرخه الشركسيه اللي هي قرعة من هنا خالص. بصوا بقى عامل ازاي يا جدعان، حاجه يعني الحمد لله رب العالمين. طبعا فرد زي ده ما يشتغلش في الفتره دي خالص لغايه اما يخلص القلش بتاعه. طيب سؤال برضك ايه يعني ايه ندخله في موضوع الحلقه بتاعت النهارده، اعمل ايه للحمام ده في فتره القلش؟ اقول لك تعمل ايه دلوقتي في فتره القلش. ده يا جدعان اهو، مش عارف بقى يبان معاك ولا لا، بس الاضاءه اهو يا جدعان، ده اسمه تحديد، ده اسمه تحديد. طبعا انتوا عليكم عارفينه، واللي ما يعرفش هنقول له ده بيتباع جاهز يا جدعان. دوت ما يتشالش من الطاجن عند الاصوص، تمام؟ ده دايما كده في الطواجن عند الاصوص، ولو مش اصوص او شباباته يعني اي حمامه في فتره القرش دي التحديد ده ما ينفعش يتشال من قصادها يا جدعان. وعامه التحديد ما ينفعش يتشال اصلا من قصاد الحمام يعني على طول، لان ده يا جدعان بيساعد في عسر الهضم وفي الهضم عند الحمام، فبيخلي الحمام يهضم بصوره طبيعيه وبشكل طبيعي. هات فرد حمام التحديق قصاده على طول، وفرد حمام التحديق مش قصاده على طول، وهتلاقي فرق بين الفردين، ده بصحه كويسه ده صحته مش قد كده، تمام يا جدعان؟ فالتحديق ده بيساعد في فتره القرش ان بيدي كالسيوم وفيتامينات للحمام، بيعوض الريش اللي ضاع والكلام ده كده كله، وبيطلع الريش مستف 100 و100 فل و14 والدنيا بتبقى جميله، وفرد الحمام بيطلع من فتره القرش وهو بيدعي لك. يلا بينا نخش في موضوع الفيديو بتاع النهارده. طبعا يا جدعان عايزين كلنا نبارك لشيماء. تعالى شيماء، اللهم صل على النبي يا جدعان. شيماء حست يا جدعان، الف مبروك يا بنت الجزمه. يعني انا بحييكي وهو بعملك وتعمليها عليا في الاخر. تعالى راحه فين؟ خدي بس يا شيماء، خدي بس يا شيماء. تعالى شيماء، بصي حصوات شيماء يا جدعان. يا جدعان شيماء حست الحمد لله. تعرفي يا بنت اللذينة لو كسرت الحصى بتاعك خالص. المهم حد يقول لي انت عمال جبنا حبه هنا وحبه هنا. طبعا يا جدعان الفيديو بتاع النهارده ده فيديو زي نظام بقى ايه، ناخد منه معلومه كده، نتشقلب في قلب الغيه هنا حبه وهنا حبه. الاول وفي الاخر انا عايزك تنبسط وانت بتتفرج من الفيديو ده، عايزك تستمتع بيه. بس هنقف دلوقتي يا جدعان عند لحظه بجد، اللحظه دي انا وقفت عندها وانهارت، ابكيت، عيطت بمعنى الاصح لغايه اما من الذهول للموقف اللي هحكوا لكم دلوقتي يا جدعان. الموقف لما كنت في اكتوبر، طبعا كنت لسه عامل الغيه ديك، الغيه عامه اللي هي دي كنت لسه عاملها جديد. طبعا انتوا كنتوا عارفين بدايتي يا جدعان كانت ان انا عامل الغيه خشو قش والكلام ده كده كله. فالمهم ربنا كرمني وعملت الغيه دي. المهم ما علينا، كنتش لسه ركبت كمان شبكه الرمايه دي، كان عندي دكر عنبر الكشك قديم، دكر عجوز. طبعا انتوا الناس القديمه هتبقى عارفاه، انا كنت مسميه جدو، الدكر ده كان قديم. المهم مات لما جينا هنا،
المهم ده يا جدعان كان دكر ده لوحده ما عندوش نتايه، خد نتايه عبسيه، خد نتايه عبسيه. النتايه دي يا جدعان انا كنت لاقيها في الشارع هناك، النتايه دي انا كنت فعلا لاقيها في الشارع هناك في اكتوبر، كنت لاقيها في الشارع ما اعرفش بتاعت مين، قعدت اسال ما لقيتلهاش صاحب. فالمهم سيبتها في قلب الحمام، راحت وجات والمهم قعدت والكلام ده كده كله. المهم يا جدعان الدكر ده خدها، قعدت معاه اكتر من مش عارف سنه ولا قعدت قد ايه، بسم الله ما شاء الله اشتغلت معاه كتير. المهم يا جدعان في يوم، اليوم اللي اللحظه دي انا مش قادر انساها لغايه دلوقتي يا جدعان، اليوم ده انا فتحت للحمام عادي البيبان بتاعته، الحمام طلع نزل الكلام ده كده كله، وما كنتش فتحت للعنبال الكشك والنتايه العبسيه، ما كنتش فتحت لهم. اقسم بالله العظيم اللي بقول لكم ده حصل، انا كان قلبي حاسس ان هيحصل لها حاجه ما كنتش عايز افتح لها، يعني فتحت الحمام كله الا القص ده، وكان حاجه من جوايا بتقول لي ما تفتحلوش. جيت خلاص يعني قبل المغرب ما فيش ساعه، قمت عامل الايه، قمت عامل لهم كده، قمت فاتح الباب. الدكر كان تحتيهم كمان حصى، والله الكلام ده زي ما بقول لكم يا جدعان كان تحتيهم حصى. المهم النتايه طلعت ما وقفتش على الضهر، انتوا لو فاكرين الاصوص كنت بفتح لهم يا جدعان، كنت بفتح الاصوص كانت بتطلع على البيوت تحدق والكلام ده كده كله، وكانت بتطلع لي زغاليل بسم الله ما شاء الله جميل. المهم هي طلعت كده من الغيه اهي، وبيت هنا اهو، يعني مثلا بيت بعيد عني كده اهو، تمام؟ هي طلعت من الغيه كده، طارت 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 طارت، قامت نازله على البيت كده، يا دوبك حطت رجليها، يا دوبك والله يا جدعان حطت رجليها، قام الصقر جاي عامل لها كده، والله قام الصقر جاي عامل لها كده، قامت من على الحصى، قامت من على الحصى، من على الحصى يا جدعان على المركن، قام الصقر قفشها. مفيش الكلام ده يا جدعان، مفيش تلات ثواني، عارفين يعني ايه مفيش تلات ثواني؟ وانا بقيت واقف عامل كده، عارفين انتوا المصدوم؟ المصدوم كانت لسه قصادك دلوقتي، يعني قصادك دلوقتي رقد على الحصى، فجأة مفيش ثانيتين تلاتة طلعت كده، قام الصقر مسك كده ووقفت على السور، الصقر مكانها على السور اللي مسكها فيه، وقعد ياكل فيها قصادي كده، وانا قاعد كده، وانا بقى ايه هنا مفيش، منهار بمعنى كلمة منهار. فده يا جدعان موقف بجد انا مش قادر انساه، حبيت برضك احكيه لكم. كمالة الفيديو بتاعنا النهارده ان هو فيديو حبة حلو وحبة وحش كده، ففيديو جميل. ولو انت لسه مكمل معانا دلوقتي دوس لايك، ويلا بينا نشوف بقية الفيديو بتاعنا، يلا بينا. وهنا يا جدعان هنوصل لمرحلة هوريكم ازاي انا ببيت الزغاليل دي بعد ما بتكلف والكلام ده كده كله، هنشوف ببيتها ازاي، يلا بينا. خلصنا تقفيل الزغاليل وخلصنا الفيديو بتاعنا كمان، حبيت بس اقول لكم من الفيديو ده، يعني حبيت بس اعمل لكم فيديو كده ترفيهي، بمعنى الاصح فيديو ترفيهي. عملت ايه مش عارف ايه، معلومه في البدايه بتاعت القص دولك الكلام ده كده كله، فيديو حلو، فيديو بسيط، فيديو خفيف على قلبكم ان شاء الله. ويا ريت اي افكار عايزين نعملها او رايك تحت في الكومنتات. وده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. كان معاكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.